طلع الان كيف بدنا نبني فور ارم. راح ابني الان فور ارم ويتستون. بريدج. بس حتى نفسر شو يعني فور ارم، انا في ممكن ابني 1 ارم ويتستون بريدج، ممكن ابني 2 ارم ويتستون بريدج، وممكن نبني 4 ارم ويتستون بريدج. طبعا احسنها واعلاها السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي هي ان ابني 4 ارم ويتستون بريدج. اذا بنيت 1 ارم ويتستون بريدج معناها ان الريزستر اللي بتتغير، خلينا نسميها مثلا ار بلس، وهدول الريزيستورز ما بتغيروا، هم لهم نومينال فاليو مساوي لقيمه الهاي، هي انسترين. وبصير عندي الاوتبوت الان بقيسه بين هون، راح احط هون اشاره جالفانوميتر او فولت ميتر، راح اخذ الفولتج الاوتبوت من هون. هاي هون عندي في اوت، وهون طبعا عندي في تبعت السورس. اوكي، هذه عباره عن 1 ارم ويتستون بريدج، بتعطيني اقل سنسيتيفيتي. وطبعا عندي احد المشاكل اللي فيها، اذا كانت هاي الار بلس محطوطه مثلا، خليني افترض انه عندي كانتيليفر. كانتيليفر شو معناها؟ معناها عندنا سلاب وملزقه تلزيق كانها بالحيط من هون، سسبندد بيزنس، مثبته تماما من هاي النقطه، فيش هون فريدم تتحرك، وعمالي بحط انا فورس عليها هون. زي عندك لو بلكونه، شايف البلكونه المعلقه اللي فيش تحتها، هي عباره عن كانتيليفر هاي، واخذتوها بسترينث، اخذتوا شيء زي هيك بسترينث ولا؟ اذا حطينا الان فورس هون راح يتكون عندي ستريس، راح يصير في عندي تنشن هون، وراح يصير في عندي كومبريشن تحت، راح يصير في عندي هون ستريس وينشا عنه سترين بهذا الاتجاه وسترين معاكس بهذا الاتجاه. وعلى فكره في هون نيوترال زون، مزبوط؟ انه فوق راح يكون عندي تنشن، تحت راح يكون كومبريشن، وبينهم في نقطة راح يصير فيها تحور، راح يكون فيها لا تنشن ولا كومبريشن. هلا المشكلة هون إذا استعملت ال 1 ارم بريدج وحطيت، لو حطيت أنا ار ولاحظوا السنسيتيفيتي تبعتها بهذا الاتجاه، حطها الأورينتيشن تبع السترين جيج مهم جدا، لأنه أنا عمالي بفتش ايش السترين اللي بدي أقيسه. فإحنا مثلا بالحالة هاي إذا حطينا هيك عمالنا بنحاول نقيس السترين بهذا الاتجاه. هلا إذا حطيت 1 ارم بريدج هون ار بلس، وين راح أحط المقاومات الثلاث الثانيات؟ فمثلا لو جيت شبكت هذول التنين هيك وشبكت هذول التنين هيك وهذول جبتهم وهذول دخلوا عندي عند النقطة هاي وهاي، والمقاومات الثلاثة الثانيات تركتهم على البرنتد سيركت بورد مثلا هون، ايش مشكلة هاي الدائرة؟ فيها مشكلة أساسية. المسافة تمام، شو بتصير المسافة هاي؟ تمام ماشي، هاي بتسبب مشكله هون بالريزستنس، هاي مشكله. ايش المشكله الثانيه؟ الثيرمال. هلا اذا اجت حراره هون عندي بالمنطقه هاي ثيتا، الثيتا ما عم بتاثر على هذول بنفس الطريقه، مزبوط؟ لانه ممكن الحراره هون مختلفه عن الحراره هون. ايش راح يصير بهاي المقاومه؟ اذا لها ثيرمال كوفيشنت، ثيرمال الريزيستنس، الريزيستنس عمالها تتاثر، حرارتها تتغير، راح يصير تغير في الريزيستنس بسببه الحراره هاي، وهدول ما عم بتغيروا بنفس الطريقه، مزبوط؟ اذا راح يصير في عندي انا راح اطلع افكر انه في ستريس، بس لانه ار تغيرت، بس ار ما تغيرت لانه في ستريس، تغيرت لانه في حراره. هذا صار ديستربنج فاكتور، هذا بسبب لي مشكله. يمكن يكون احسن مثلا اني احاول هذول احطهم جنبها اذا بقدر، اذا كانهم بتغيروا بنفس الطريقه، بس هذه احد مشاكل البريدج الموجود هون. هلا بحسن بهذا البريدج، شو بقدر اعمل الان؟ احوله تو ار بريدج. شو بقدر اعمل بالتو ار بريدج؟ كيف بقدر ابني تو ار بريدج؟ بدي احط ار تو ار بريدج هيك، احط كمان تحت. تمام، وين احطه؟ فوق ولا تحت؟ لا تحت. بقدر اعمل التنين، بقدر احط واحد فوق وواحد تحت، يعني بقدر اعمل ار بلس واحط واحد تحت، راح ارسمه بخط مقطع، هذا راح اسميه ار ماينس. اذا عملت هيك ار بلس، ليش انا رمزت له بالار ماينس؟ لانه هذا لانه هذا راح يتغير بالاتجاه المعاكس لهذا، مش هيك؟ وين لازم احطهم في البريدج الار ماينس؟ تحته، يا بتحطه هون يا بتحطه هون، فممكن تحطه هون. هلا شوفوا ايش راح يصير، النقطة هاي ما راح تتحرك، راح تضلها، إذا هدول متساويين راح تضلها بنص المسافة، لكن هدول التنين شوفوا شو راح يصيروا، واحد منهم عماله بيكبر والثاني بيصغر، أو بيصغر وبيكبر، حسب طبعا إذا عندي هون ستريس تنشن أو كومبريشن. فهاي النقطة عم تتحرك بقوة أكثر، مش هيك؟ في شيء أكثر يدفعها، صار في هذا بيساعدها، فالسنسيتيفيتي بتتضاعف. وانا بدي السنسيتيفيتي تكون عاليه، هلا بنحكي عن السنسيتيفيتي بشكل احسن. وكمان ميزه انه الحراره لما تاثر على هذول التنين راح تاثر عليهم تقريبا بشكل متساوي، فخففنا من اثر الحراره. كان ممكن كمان اعمل، مش هيك؟ كان ايش ممكن اعمل؟
ممكن احط ار بلس. وين احط المقاومة الثانية هاي؟ احطها جنبها بالضبط ملتصقة فيها تماما. اثنين جنب بعض. بس وين بتيجي هلا الار بلس؟ هون لازم تكون هون. لانه شوفوا شو بصير الان. ها هاي لما تزيد شو بصير بهاي؟ بتزيد. شو بصير بالفرق بالفولتج هون؟ شو بصير لما هذا يرتفع وهذا ينخفض؟ بتزيد الفولتج. مش هيك؟ غلط احط الار بلس هون. شوفوا ايش الغلط بصير لو حطيت الار بلس هون وار بلس هون. ايش راح يصير بالفولتج هون؟ ما راح يتغير، ضل ثابت، لانه هذه بتزيد وهذه بتزيد، بضل بنص المسافه، وهاي بضل بنص المسافه. بينش شيء معي؟ المفروض احطهم بحيث انهم هذول الاثنين يساعدوا بعض تغيير الفولتج، فبصير هذا بنزل الفولتج عند النقطه هاي وهذا بيرفع الفولتج عند النقطه هاي، فبزيد الفولتج ديفرنس هون. اذا يا بعمل ار بلس ار بلس او بعمل ار بلس ار ماينس او ار بلس ار ماينس. نفس الشيء لو حطيت الار ماينس هون راح يعمل لي نفس الشيء. هذا صار 2 ار بريدج. تتضاعف السنسيتيفيتي. هلا السنسيتيفيتي هي عباره ايش الانبوت هلا عندي هون؟ لو فرضنا في هاي الحاله شو عمالي بقيس؟ خليني افترض انه انا قررت اقيس فورس، والاوتبوت شو بيطلع معي هون من البريدج هذا؟ وين الاوتبوت؟ اي فولتج هو الاوتبوت؟ هل هو في اس الاوتبوت؟ لا. شو هو؟ في اوت. اذا هذا كاني بفكر فيه الان كانه هو ميجرمنت سيستم. الاوتبوت تبعه في اوت ان ملي فولتس مثلا اذا بدك او فولتس، والانبوت لهذا السيستم اللي عم بقيسه انا هو الفورس ان نيوتنز. تمام؟ ماشي مزبوط. يعني هون انا اختزلت كل هذا وهذا وهدول وكل الاشياء هاي وعملت ابستراكشن. عارفين فكره الابستراكشن؟ اختصرت كل الميجرمنت سيستم اللي هون بحيث انه الاوتبوت تبعه، فهذا له سنسيتيفيتي. ايش وحدتها راح تكون؟ هي في اوت على اف، وحدتها راح تكون ملي فولتس او فولتس بير نيوتن. اوكي ماشي مزبوط. سنسيتيفيتي هذه على فكره مش ترانسفير فانكشن، انا هون ما عم بطلع على السيستم دايناميكس. نيوتن باور ماينس نيوتن ماينس. انا هون ما بطلع عمالي على ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن بترمز لي بايش؟ بتحكي لي عن ايش للسيستم؟ دايناميك سيستم. الدايناميك السيستم دايناميكس. انا هون ما مهتم هلا، مش مهتم بالسيستم دايناميكس. انا بهمني هون بدي بس علاقه لينير ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت، او ريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. اوكي هلا خلينا نركز على الرابع اللي انا بهمني الان. لاحظين اذا هذا السنسيتيفيتي. هلا السنسيتيفيتي بامكانك تثبت انه السنسيتيفيتي لما بتحول من 1 ارم ل 2 ارم بتتضاعف، ومن 2 ارم ل 4 ارم بتتضاعف. والفوائد هلا اللي بجيبها بال 4 ارم شو راح تكون؟ لينياريتي. راح يصير عندي مش بس لينياريتي، راح يصير في عندي فول كومبنسيشن للتمبرتشر. خلص صاروا كل المقاومات. هلا اذا بدي اعمل 4 ارم بريدج وين بحط المقاومات؟ بنحط تنتين هون جنب بعض بالضبط. وحتى هو المفروض اظن على المعادله حسب المعادله الصحيحه احطها اقرب لهون حتى اطلع اعلى ستريس عشان ازيد السنسيتيفيتي كمان. والتنتين الثانيات وين بحطهم؟ بنحطهم هون. فلما تكون اف بوزيتيف هدول ايش راح يكون عليهم؟ تنشن. ايش راح يصير في المقاومه؟ راح تزيد. وهدول التنين راح يكونوا اندر كومبريشن. وراح تصير هذه ار ماينس، راح يصير عندي تنين ار ماينس تنين ار بلس. وين راح احطهم في البريدج الان؟ راح يصير عندي هون الار ماينس ار هون ار بلس وهون ار بلس. هون راح يضاعف لي هلا السنسيتيفيتي، راح تصير بالفور ار بريدج راح تتضاعف وتصير على كمان. الميزه هلا اذا عندي هون صار تمبرتشر افكتس، هذه تقريبا بعتبرهم كلهم بتاثروا بنفس التمبرتشر، فالتمبرتشر شو راح تعمل؟ راح تلغيهم كلهم، راح يلغوا بعض تماما. فهذا عماله بيعمل كمان كومبنسيشن. يعني لو التمبرتشر، لو هذول كلهم الارز انضربوا في واحد زائد دلتا، ودلتا بتمثل التغير بسبب درجه الحراره، ما دام دلتا نفسها بالنسبه لهم كلهم شو راح يصير؟ راح تلغي دلتا كلها. واحد زائد دلتا راح تلغي دلتا كلها مع بعض. هلا بتشوف بالسنسيتيفيتي، فما بياثر لو تاثروا بالحراره. عملت هنا انا كانسليشن او كومبنسيشن، عملنا زي تمبرتشر كومبنسيشن، فبصير عندي التغير سببه هو الوحيد راح يكون الفورس اللي حطيته هون. فما كل ما بحط فورس هون شو بصير المقاومتين هذول؟ بزيدوا. شو بصير المقاومتين هذول؟ بقلوا. بيطلع عندي هون فولتج، والفولتج راح نفرجي انه لينير مع في علاقه لينير مباشره مع قيمه اف اللي موجوده هون.